فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هذه الطريقة في الدعوة صحيحة، وهي أنه أول ما يبدأ به دعوة الناس إلى مكارم الأخلاق؟ لا، هذا ضلال مخالف لدعوة الرسل. هذه دعوة الحزبيين الآن، وهي دعوة باطلة. نعم، لأنها مخالفة لمنهج الرسل. نعم، وهم يريدون الناس يبقون على عقائدهم، سواء كانت قبورية أو وثنية أو صوفية، المهم أنهم يجتمعون ويتبعونهم فقط. نعم.